أعلنت وزارة قال مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي إن على الحكومة التصدي لأي سلوكات احتكارية يمكن أن تمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية. وجاءت تصريحات العالم عقب اجتماع عقده مع مهني قطاع التوزيع بخصوص تأثر القطاع بفيروس كورونا. وأكد رئيس فيدرالية التجارة 2020 أن المخزون المتوفر يظل في مستوى مطمئن ويسمح باجتياز هذه المرحلة بأمان. هند الصادقية والمزيد. عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العالمي اجتماعا بمقر الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع مهني قطاع التوزيع، وهم الاجتماع مناقشة تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد. وأكد العالم أن وزارته قررت مع وزارة الداخلية متابعة الوضع عن كثب، مشددا على أن الحكومة ستتصدى لأي احتكار يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية من المواد الأساسية. وأشار الوزير إلى أن البضائع متوفرة بشكل كاف في أسواق البلاد، ولا يوجد ما يستدعي تخزين المواد التموينية من طرف المواطنين، إلا أن التتبع للحفاظ على استقرار الحالة التموينية للأسواق ضروري وفق العالم الذي أبرز تسجيل تراجع وتيرة الشراء من قبل المستهلكين بنسبة 40% مقارنة مع الأيام الأخيرة. وتطرق الاجتماع لنقاط رئيسية بهذا الخصوص تتعلق باتخاذ التدابير الضرورية للمواكبة عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مقترحات بشأن التدابير الممكنة لاستباق حاجيات شهر رمضان، وضمان مستوى عرض بالأروقة يستجيب للطلب الاستثنائي على السلع. ومن جهته أشار وجيه صبيحي رئيس فيدرالية التجارة 2020 إلى أنه تم تقديم توصيات للوزير العالمي ولرئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب ستناقش من أجل بحث سبل تفعيلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وأبرز المتحدث نفسه أن بعض الفاعلين يؤكدون أن معدل تموين الأسواق من المنتجات الأكثر استهلاكا يصل إلى حدود 5 إلى 8 أشهر، وهو مخزون وفق صبيحي يتيح اجتياز المرحلة الحالية بأمان.